من رام الله لتفاصيل أكثر ينضم إلينا ضياء حشي مراسل الغد. ضياء، إذا ضعنا في صورة الأجواء لديك، ماذا عن حملة الاعتقالات التي يشنها جنود الاحتلال، وماذا عن عملية الطعن وتفاصيلها؟ نعم يارا، أبدأ ب يعني آلاف الفلسطينيين عالقون في هذه اللحظات عند مداخل مدينة نابلس، لا يستطيعون الخروج ولا حتى الدخول من وإلى المدينة المحاصرة، والتي تم إعلان محاصرة هذه المدينة، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بزعم البحث عن منفذ عملية مزعوم كما قالت السلطات الإسرائيلية بأنه قام بتنفيذ عملية طعن أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح وصفت متوسطة، إضافة إلى إصابة سيدة أخرى برصاص الجيش الإسرائيلي الذي حاول إطلاق النار صوب المنفذ لكنه أصاب إحدى المستوطنات الإسرائيليات عند حاجز حوارة. كل الطرق المؤدية إلى مدينة نابلس مغلقة، أبدأها ربما من حاجز حوارة، حاجز زعترة، شارع يتسار، مفرق تل، حاجز عورتة، دير شرف، جت، كل هذه الطرق المؤدية إلى مدينة نابلس هي مغلقة بشكل كامل. الجيش الإسرائيلي دفع بمزيد من الألوية في الضفة الغربية بحثا عن منفذين الآن، بعدما فشل في المرة الأولى باعتقال منفذ عملية بركان في المنطقة الصناعية عند سلفيت، وهذه المرة فشل مرة أخرى باعتقال المنفذ الآخر. هناك أصوات داخل اليمين الإسرائيلي. في مثل هذه الحوادث عادة كيف يكون التصعيد الإسرائيلي؟ كيف يتعاملون مع أقارب المشتبه بهم؟ ماذا عن عمليات الهدم التي تطال الأشخاص المشتبه بهم؟ نعم يارا، حتى الآن لا معلومات تذكر عن منفذ هذه العملية، ولكن يعني ما شاهدناه في السابق من خلال منفذ عملية بركان وهو من منطقة شويكة قرب طول كرم، تم اعتقال ذويه واعتقال شقيقاته وأشقائه وكل أفراد العائلة للتحقيق معهم، حتى طالت أن أيضا بعض من أصدقائه بحثا عن هذا المنفذ الذي لم تصل إليه إسرائيل حتى هذه اللحظات. ولكن إذا ما نظرنا إلى التصريحات الإسرائيلية، وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريال صرح وغرد عبر تويتر قبل حوالي نصف ساعة يطالب بأن يعقد اجتماع الكابينة على وجه السرعة لبحث الرد واستعادة ما اسمه بالرد الإسرائيلي في الضفة ووقف نزيف دماء الإسرائيليين على حد قوله في الضفة الغربية، إضافة إلى أنه دعا إلى هدم منازل منفذي العمليات ونفي عائلاتهم بشكل كامل. هذا ما يطالب به الوزراء المتطرفون في إسرائيل. ولكن في هذه اللحظات هناك عمليات تفتيش واسعة تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في كامل منطقة مدينة نابلس والمحيط، أيضا محيط تنفيذ العملية، هناك دخول من بيت لبيت، هناك تفتيش في الأراضي والحقول باستخدام كل وسائل التكنولوجيا التي تملكها إسرائيل وكوادرها أيضا البشرية على الأرض من خلال يعني وحدات المستعربين المنتشرة. أيضا شهدنا إغلاق للطرق من خلال عدد من المستوطنين، بعدما أغلقوا الطرق قاموا برشق سيارات الفلسطينيين بالحجارة وهو ما تسبب بأضرار مادية لبعض المركبات الفلسطينية في الطرق المؤدية من منطقة يتسار إلى نابلس إلى حوارة وغيرها من المناطق الفلسطينية. يارا، أشكرك جزيلا من رام الله مراسلنا ضياء حشية.